سنة لجنة بالعيار الوطنية، وفي إطار تعويض جهود التنمية المحلية وتطوير المجتمع، نشن وكيل محافظة البيضاء الشيخ صالح اليوفي ومعه مدير عام مديرية رباع السلام الإكام ومدير فرع مشروع الأشغال العامة بدماري البيضاء المهندس وحيد حسن علي ورئيس لجنة المستفيدين بمدينة رباع الشيخ محمد جرما سكران افتتاح مشروع رصف منطقة الهدى بمدينة رباع المرحلتين الأولى والثانية، حيث يعتبر المشروع من المشاريع الخدمية التي تخدم أبناء المنطقة وتلبي احتياجاتهم. وقد تم إزالة العديد من المخلفات العشوائية وفتح الطرق الفردية المغلقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للمجاري وذلك خلال فترة قياسية وجيزة. وتبلغ مساحة المشروع المنفذ 6300 متر بتكلفة 107 ألف دولار بتمويل من مشروع الأشغال العامة. أجر عظيم لنا جميعا المساهمة في بناء مدينة الأدام، وتقدير الله للظروف الصعبة التي تمرها البلد، وهذا شرف عظيم على ننجز هذه المهام وأن يتعاون الجميع. الشكر الجزيل للأخ الباشمهندس وحيد حسن والأخ المهندس سعيد عبد أحمد، ونتمنى منهم أن يعطونا الأكثر أكثر وأكثر. استمرار العدوان السعودي القاسم، إلا أن عجلة البناء والتنمية تستمر وتتواصل، وبفضل تعاون الشرفاء من أبناء الوطن فقد تم استكمال أعمال إزالة المخلفات العشوائية وفتح عدة شوارع فرعية كانت في السابق مغلقة، ويعاني الأهالي صعوبة في الانتقال والوصول إلى منازلهم، حيث تم استكمال أعمال الرصف مما أوفى على المنطقة منظرا حضاريا وجماليا غاية في الروعة والإبداع، كما وشهد المشروع تدشين أعمال التشجير في عدد من الشوارع الفرعية والأحياء، وذلك في صورة من صور التعاون المجتمعي مع الجهود الرسمية لدعم التنمية المحلية. الله سبحانه وتعالى أن نفتح الشوارع، هذه عملية الرصف والشكر لمن أنزل الكميات، مهندس وحيد والمهندس سعيد عبد أحمد مدير عام المشروع. وفي ذات السياق أقيم حفلا تكريميا للاحتفاء بتدشين المشروع، تم خلاله تكريم عددا من المسؤولين والمهندسين من قبل الأهالي وكل السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك امتنانا لجهودهم المخلصة في تنفيذ المشروع، كما طالب الأهالي بمزيد من مشاريع